احتفلت عائلة عاصي الحلاني أمس بمناسبة عيد الميلاد بمشهد وطني جامع يمثل حقيقة الشعب اللبناني. فعاصي المسلم وزوجته كوليت المسيحية ظهرا سوياً يحتفلان مع أبنائهما وأقاربهما، وهذا الانفتاح الكبير يعطي فكرة عن تحرر عاصي الذي لم يرفض حبيب ابنته ماريتا لأنه من غير ديانة، بل أيدى علاقتهما وزواجهما. هي عائلة إذن تضم أفراداً من مختلف الديانات، وكل منهم يحترم معتقدات الآخر ويحتفل معه بأعياده. دعونا نستمع إلى كوليت التي غنت بصوتها الجميل أغنية العيد، ثم ماريتا ابنتها. كوليس مع بعض المشهد.